السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي صوتي شوية تعبان، توني طالع من المستوصف، بس أثرنا أن المناسبة هذه ما نقدر نطوفها والتجمع هذا ما نقدر نطوفه. قضية التضامن مع أخواننا المحكومين قضية كبيرة، بدت من أكثر من تقريبا 5-6 سنوات، بدت من أيام الحراك، بعدين انتقلت إلى المحاكم، وبعدين انتقلت إلى الاعتصامات أيام حل البرلمان وأيام تعطيل البرلمان في ذاك الوقت، وصولا إلى ما وصلنا إليه اليوم، وهي قضية مستمرة الآن. لن تنتهي هذه التحركات ولن تنتهي هذا التواصل إلا بانتهاء هذا الملف وبغلقه مرة أخرى. كان لنا محاولة أولى فيما يتعلق بالعفو الشامل في دور انعقاد الماضي، للأسف ما حققنا عدد مناسب، أيضا كررناها مرة ثانية، وكنت أنا أيضا أحد المتقدمين بهذا الاقتراح فيما يتعلق بالعفو الشامل، وكان الدكتور عادل الدمخي هو صاحب جاب لنا الاقتراح وقال هذا الاقتراح هو آخر ما توصلنا إليه بالتعاون مع أخواننا المحكومين وباقي الأخوة في هذا الاقتراح، ويعتبر اقتراح نموذجي، وقعت عليه في هذا الاقتراح وتقدمت فيه وكنت أحد الموقعين الخمسة وأتشرف في هذا الأمر. أيضا بصفتي رئيس اللجنة التشريعية بلغت الإخوان في 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 جروب النواب وقلت لهم الاقتراح اليوم قدم، أي وقت تبوني أطلع وأدرج على جدول الأعمال يا ليت تبلغوني، لأن هذا قرار مو منفرد أنا أقدر أسويه، لازم نحشد له، لازم نرتب له، وما أبي نقدم الاقتراح في وقت أنتم تقولون غير مناسب، لكن لا أحد يقول أنت خاشة بالدرج، وحطيتها وكتبتها بجروب النواب، ولليوم قالوا لي خليه لما إحنا نبلغك في الوقت المناسب لتحريك هذا الاقتراح، وبالتالي الاقتراح اللي يتساءل ليش الاقتراح ما نظر على جدول الأعمال، لأنه هذا ترتيب بين الأخوة النواب وبين يفترض أنه ترتيب مع باقي أهالي المحكومين أو المحكومين بأنفسهم. دور انعقاد القادم عندنا قضيتين رئيسيتين، قضية إسقاط العضوية وأيضا قضية وما ينطبق على قضية إسقاط العفو الشامل، أيضا ينطبق على إسقاط العضوية، وبلغتهم أن أنا مهلتي تنتهي بأول جلسة كرئيس اللجنة، بأول جلسة تأتي لجنة أخرى، إذا عندكم شيء بلغوني أحدد الوقت المناسب اللي ترونه مناسب ويكون العدد متوافر والأغلبية متوافرة نقدر نمرره. أيضا كان هناك اتفاق بين الأخوة لا نأجل شوية لما نوصل إلى يعني إلى عدد مناسب، خاصة أن هناك في إجازات موجودين كثير من النواب، أيضا هذا موجود في تنسيق تام بين الأخوة، أيضا كلمتي واضحة فيما يتعلق بإسقاط العضوية، أنا مع احترامي للكل لكن عندي رأي مهم جدا، رأي وليد الطباي ورأي جمعان حربش، اللي يقولونه يمشي هم المعنيين في هذا الأمر، هي قضيتهم الرئيسية فلا يمكن أتجاوز عليهم وإني أكابر عليهم وأعمل شيء أكثر من اللي هم يطلبونه أو أقل من الهمة اللي يطلبه وليد وجمعان فيما يتعلق بإسقاط العضوية، هذا راح يكون رأي أيا كان رأيهم. لذلك هذه الرسالة وصلت لهم ووصلها أيضا علني، ما كنا نبي نتواصل علني لكن الأمور خلصت، باقي كلها 10 أيام أسبوعين تتضح الصورة النهائية. هذا فيما يتعلق في في إسقاط العضوية. أيضا معاكم إحنا في العفو الشامل، تذكرون الجلسة اللي فاتت في العفو الشامل تهاوشنا ومشيناها، وكان الدكتور بدر جزاه الله خير داهم كان معاي على اتصال في العفو الشامل والشرف الأمانة والجنسية، 3 قوانين كانت مع بعض في جلسة واحدة، وهذا خلنا نقولها بصراحة إحنا غلطتنا حطينا 3 قوانين بجلسة واحدة، لأن 3 قوانين بجلسة واحدة تسهل الحكومة تضربنا جمع عدد مرة واحدة، لكن الآن يجب أن نتصرف بترتيب ثاني. العفو الشامل يجب أن يحشد له مثل ما قاعد نحشد له الآن، العفو الشامل يفترض أن احنا نجمع الأصوات نجمع أرقامنا ونجهز شغلنا وندخل الجلسة جاهزين وعارفين احنا وين رايحين. هل الهدف من قانون العفو الشامل براءة الذمة؟ هذا طريق ثاني. هل الهدف من قانون العفو الشامل الحصول على العفو الشامل؟ لازم يكون له ترتيب معين وإجراء معين، هذا الكلام اللي لازم ينقال وهذا الكلام اللي يفترض أن التحرك يكون عليه. الآن إن شاء الله نشوف استبشار خير، التحرك اختلف من المرة اللي فاتت، الترتيب اختلف أكثر من المرة اللي فاتت، أكثر تنسيق أكثر ترتيب في هالمسألة، متفائلين خير في المرحلة القادمة فيما يتعلق بالعفو الشامل إن شاء الله في دور بداية دور انعقاد. ما أدري أنكم مستعجلين بس راح أنهي، إحنا معاكم لأبعد مدى، هذا المكان ما كان وما زال يحتضن صوات الشباب الحر، يا ما كان هالمكان هذا كان يدافع عن المحكومين يدافع عن المظلومين يدافع عن المتعدي على حقوقهم، اليوم احنا موجودين في ايضا في صاحب الديوان في بيت صاحب الديوان وايضا هو ايضا في يعني يحتاج وقفتنا هو وباقي اخوانه. احنا نتمنى ان شاء الله ان الله يفرج عليهم في المرحله القادمه، ونتمنى ان شاء الله ان تكون وقفتنا هذه تنتج ثمارها، نتمنى ان شاء الله احنا كنواب واحنا كحراك واحنا كشباب نكون لحمه واحده قلب واحد،
احنا ما بيننا خلافات، احنا نوحد صفوفنا عشان ناخذ هدف، هدفنا الوحيد ال 16 اللي ورانا، يجب ان نوحد هذه الصفوف، غيرها يجب ان نسمو فوق اي خلاف ثاني بيننا وبين بعض، هذا هدفنا الرئيسي وخلافاتنا كلها بسيطه وتافهه. الهدف الرئيسي هؤلاء ال 16 ان نحصل على ما يستحقونه في هذا الامر، ليسوا مجرمين، انما فعلا هم شباب وطني مخلص قام بدور وقدم خدمة للوطن في هذا الأمر. أشكر إخواني تاحت لي هذه الفرصة، وإن شاء الله إحنا مستمرين معاكم لأبعد مدى في أي أمر ترونه مناسبا. 16 شخص، 16 مدان، الإخوان اللي يبونه، إحنا معهم لأبعد مدى في هذه القضية، وراح نكون متواصلين معهم. شكرا.